ضغط على هذه الحكومات لتبني خيارات معينة. طبعا لما أحكي عن عملية الضغط هون بنحكي عن عملية الضغط الإيجابية وليس عملية الضغط السلبية. اثنين، قديش أهمية الجمعيات والمنظمات الحكومية بخلق عملية توأمة مع غيرها من البلديات أو الدول الأخرى أو المدن الأخرى في عملية بناء مجتمعات تقوم على أساس مبادئ ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة. ثلاثة، قديش بتقدر هالجمعيات أو هالبلديات أو المنظمات غير الحكومية تخلق فرص عمل جديدة. أربعة، قديش قادرة أنه تعمل لا مركزية بعملية البناء ومركزية بعملية قيام مشروعات على مستوى المدن النائية أو القرى النائية، عفوا القرى النائية في كل المناطق المنتشرة، لأنه القرى النائية حسب مفهوم الطاقة واللي بنحكي عنه دائما ما تكون بحاجة إلى الطاقة المتجددة أكثر من المدن الرئيسية، لأنه القرى النائية عادة ما بتوصل لها الكهرباء أو ما بتوصل لها أعمدة الكهرباء، فبتكون بحاجة إلى مشاريع صغيرة لا مركزية في توليد الطاقة المتجددة لا حتى تقدر تكفي احتياجاتها من الطلب على الكهرباء. كل هذه العوامل المجتمعة تعطي دورا بارزا لهذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى عملية التعلم والتوعية وإلى آخره. أيضا هناك موضوع أخير لابد الإشارة له، قديش قادرة هالجمعيات والمنظمات الحكومية أنه تحصل على هبة أو هبات من دول أخرى لتنفيذ مشاريع ولها استقلالية مالية وإدارية في هذا الإطار، تستطيع أن تتحرك بشكل مرن جدا في عملية بناء القدرات في هذا المجال. طبعا هنالك آليات لترسيخ موضوع الحوار، ماذا عن الآليات التي يجب أن تضعها الحكومات بشكل عام من أجل ترسيخ موضوع الحوار بين المجتمع وبين الشعب بشكل عام؟ يعني لابد أولا من الحديث عن الحوارات التي تتم بين الدول أولا، ثم الحوارات بين الدولة والمجتمعات المدنية أو منظمات المجتمع المدني. يعني لم يعد خافيا على أحد أنه معظم المؤتمرات الدولية الكبرى التي عقدت بشأن قضايا تغير المناخي، ما بدي أطفي حالي من السلبية هون أقول أنه وصلت جميعها إلى فشل نهائي، كمان بنفس الوقت ما بدنا نقول أنه عملت عملية نجاح غير متوقعة. بحقيقة الأمر هذه المؤتمرات توصلت دائما إلى ما يسمى الحلول الوسطية أو ما يسمى السائد بعالمنا اليوم عالم التسويات. ليه؟ لأنه في بعض الدول الكبرى حتى الآن لم تتخذ قرارا استراتيجيا أو لم تلتزم التزاما عمليا فعليا بتخفيض نسب انبعاثاتها من الغازات الدفيئة اللي ممكن انه تعملها. يمكن نظرا للمعامل الضخمة اللي عندها اياها، يعني ما بدها تأثر على مصالحها. ما بتأثر على مصانعها، واثنين انه ما بدها تخلي اقتصادها المرتبط باقتصاد الفيول والمازوت يتأثر بهذا الإطار. ولكن في دول أخرى، يعني أنا هون عم بحكي اليوم عم نحكي عن الصين، عن الولايات المتحدة الأمريكية، ما عم تقدر تعطي أي التزام بهذا الموضوع، عشان هيك ما عم توصل نتائج المؤتمرات إلى تسويات جدية. بينما منلاحظ في العالم العربي يقارب اليوم موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتغير المناخ بشكل ملفت، رغم أنه العالم العربي لديه إمكانات ضخمة من البترول. يعني هل يمكن لدولة لديها هذه الإمكانيات من مخزون النفط وبنفس الوقت أنه تقارب الموضوع الطاقات المتجددة؟ هذا شيء ملفت لازم أنه ننتبه له، حتى عم بحكي عن بعض دول الخليج بهذا الإطار. ثلاثة، بنرجع بننتقل من هذا الموضوع إلى أوروبا، اللي فعلا أوروبا أخذت معايير جدية ووضعت أهداف استراتيجية سموها 20-20-20، يعني تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 20% وتبني سياسات الطاقة المتجددة ب20% في العام 2020. هذا الموضوع ببين قديش أوروبا والاتحاد الأوروبي ماشيين جديا تجاه معايير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ثم ننتقل بالتالي إلى الحوار ما بين دول والمجتمع المدني. قبل ما ينفتح الباب على الحوار، كمان هون بدي أقول، هل الدولة نفسها حددت أهدافها ولا عم تحكي بعد مواضيع نظرية وعم تحكي أنه يجب أن نتبنى ويجب هاي ما في مجال.
بدها تحدد أهدافها أستاذ زياد، بدها توضع يعني خطط، بدها تشتغل يعني اقتصاديا، يعني دفع أموال طائلة من أجل يعني التخلص من هذه الأمور اللي يمكن بتأثر اقتصاديا على 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 الدولة أم لا؟ كتير عميق السؤال، يعني خاصة لما أشارت إلى موضوع بدها تحط كتير مصاري. عن جد عميق السؤال. خلينا نقول الهدف هو انه تيجي تقول في العام كذا قد ايه انا بدي قارب نسبه من الطاقات المتجدده نسبه الى الانتاج الكلي للطاقه. يعني لبنان مثلا على سبيل المثال لاول مره بتاريخه بيقول انا بسنه 2020 بدي نسبه الطاقه المتجدده من اجمالي انتاج الطاقه تكون 12%. مجرد ما حط هالنسبه هاي، سواء اعتبر البعض نسبه قليله او سواء اعتبر البعض بالمقابل نسبه فيها مغالات انه ما ممكن نوصل لل 12%، الاهم انه حطت الدوله هدف استراتيجي، وبالتالي يجب ان تحرك جميع امكاناتها. من سؤالك قديش لازم تستثمر لتوصل ل 12% من الطاقات المتجدده، قديش لازم تنمي الكادر البشري بهذا الاطار، قديش لازم تخلق فرص عمل بهذا الاطار، واربعه برجع على سؤالك قديش قادره تحاور الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الحكومية لتكون غير الحكومية عفوا تتقدر تكون شريكة مع الدولة في عملية حوار متواصل تتقدر تقارب هالنسبة اللي هي 12%. هيك بنكون عطينا إطار عام للجواب على السؤال. لذلك الحوار مطلوب، انه اذا كانت الدولة يجب ان تستثمر بنسبة معينة كذا، ونحن عارفين قدرات الدولة بهذا المجال، بدها تحط خطة مالية، بدها تحط حوافز مالية، بدها تحط تخفض ضرائب من مال وتعلي ضرائب من مال. يعني ما ممكن استمر انا اني ضلني اسمح انه لللمبات العادية انه ما يكون عليها ضرائب، وما ممكن اسمح لللمبات الموفرة انه ما نزل عليها الرسوم الجمركية، ما ممكن اسمح انه السخانات الشمسية يكون سعرها مثل ما هو سائد بالسابق، ما ممكن يكون خلي الخلايا الفوتوفولتية اللي بتتركب على السطح تتولد طاقة هالقد سعرها عالي ومرتفع. هذه كلها بتجي بإطار سياسي مالية ضرائبية جمركية، وبالإضافة إلى حوار جدي مع منظمات المجتمع. أستاذ زياد، كيف يتم الترويج لمشاريع الطاقات المتجددة، وهل هذا يتم بالتنسيق مع الدول وبالتنسيق أيضا مع الدول ومع المجتمعات أيضا على حد سواء؟ هون بيجي السؤال الأساسي، قدي قادرين نحن نستفيد من التكنولوجيات المتطورة اللي عم تعملها الدول التانية. المتقدمة. اثنين، في قاعدة عنا بتقول كلما تطورت التكنولوجيا كلما زمنيا انخفضت الأسعار. يعني عم نحكي عن أسعار الطاقة المتجددة من 10 سنين كانت شيء، ومع تطور التكنولوجيات وبالتالي استخدام المواد الأولية فيها صارت أسعار الطاقة المتجددة أقل، وبالتالي المواطن أو المؤسسات اللي بدها تركب طاقة متجددة كانت من 10 سنين غير ذي جدوى اقتصادية، اليوم بعد 10 سنين أصبحت ذي جدوى اقتصادية. اليوم عم نشوف كتير من المطارح عم تستثمر بالطاقة المتجددة مبالغ كبيرة منا صغيرة، واللي أشرتي لها بسؤالك مبالغ عن جد كبيرة، ولكن لما نقسم هالمبالغ على فترة الاسترداد الاستثمار لمدة 10 أو 15 أو 20 سنة يصبح الموضوع كتير له جدوى اقتصادية بهذا الإطار. عم بستثمر 10,000 دولار بس أنا عم بستثمرهم لمرة واحدة، يعني ما عم بركب أنا شغلي وارجع احط لها فيول وارجع احط لها مازوت وارجع احط لها ديزل. فلذلك في طلب بدا ينمو على الطاقه المتجدده رغم ارتفاع عامل الاستثمار، ولكن لما الاستثمار اسمه على مدار السنوات بيطلع ذي جدوى اقتصادية بالتأكيد. طبعا هنالك الكثير من النتائج العلمية والتجارب العلمية التي تقام بموضوع الطاقات المتجددة، ماذا عن استخدام الدول لهذه المشاريع العلمية والتجارب العلمية؟ الدول عم تحكي بشغلتين، شغلات صغيرة إلى علاقة بالبيوت وبالمنازل وبالاحتياجات الخاصة، وهو اللي بدأنا نلمسه مثلا بلبنان بشكل ممتاز، ومنرجع عم نحكي عن الاستثمارات الكبرى للدول بهذا الإطار. مثل مرة عطيت مثل ألمانيا اللي عندها قدرة طويلة عريضة على الطاقة النووية، أخذت قرار أنه هي من هلأ لعشرة 15 سنة بدها تظهر نهائيا من الطاقة النووية وتتحول جذريا إلى الطاقة المتجددة. هذا قرار استراتيجي منه سهل، لأنه قديه بدها تستثمر أموال لتخلص من طاقة نووية وتروح على الطاقة المتجددة، ولكن فعليا راحت على طاقة مستدامة، راحت على طاقة صديقة للبيئة. وبنفس الوقت لابد من الإشارة أنه دولنا العربية ودولنا الإسلامية
باتت تستفيد من هذا التطور الذي يحدث في العالم الثاني، وهناك استثمارات جدية وهائلة بدأنا نلمسها في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي. لابد من التنويه بهذا الموضوع، ليس الوقت متاحا لنعرض وين وكيف وقديش وهالأمور هاي، لكن بدي أقول أنا أنه إذا الدول الأوروبية استثمرت بالطاقة المتجددة هذا عامل مش مستغرب، أما دولنا العربية والإسلامية تستثمر بالطاقة المتجددة هذا عامل يجب التوقف عنده والتنويه به. نعم، إذا بدنا أستاذ زياد أن تضع الدول والحكومات بشكل عام خطط وآليات صحيحة من أجل ترشيد موضوع استهلاك الطاقة، كيف يجب أن تتعامل مع شعوبها؟ أول شيء أنه يجب أن يكون هناك حوار صريح ورسالة واضحة من الدولة تجاه ناسها. نعم. وتقول لهم أنه الطلب على الكهرباء رح يتزايد بشكل ملفت بالسنوات القادمة، وما نحن قادرون على تلبيته من الكهرباء اليوم قد لا نكون قادرين على تلبيته في المستقبل. نعم. والأمثلة كتيرة، وأنا هون دائما على تلفزيون الكوثر ما بحب أعطي بس أمثلة على لبنان، بحب أروح لأمثلة أبعد بهذا الموضوع. هل يتخيل أحد أنه دولة مثل مصر اللي هي عندها نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي وعندها صارت مستثمرة 700-800 ميجا من طاقة الرياح، هل يعقل أنه هاي الدولة السنة واللي قبلها سنة اللي قبلها كان عندها 2-3 ساعات تقنين كل يوم؟ دولة كبرى مثل مصر، هذا شيء ملفت للنظر أنه كانت قادرة تأمن كل احتياجاتها، مع تطور الطلب على الطاقة بطلت قادرة أنه تأمن احتياجاتها. نحن عملية استجرار الطاقة من سوريا قديش كنا قادرين نحصل عليها، كمان الطلب بسوريا على الطاقة ازداد وبالتالي صرنا عم نقدر ناخد كهرباء أقل بهذا الموضوع. إذن كل الدول في محيطنا معرضة إلى هذه الحالة اللي هي ازدياد الطلب على الكهرباء. هذا الموضوع سيؤدي إلى سؤال استراتيجي أيضا، كيف نستطيع أن نلبي زيادة الطلب على الكهرباء؟ لابد من شيء اسمه مزيج طاقة. مزيج الطاقة أنه ما حدا يحلم، وبعض الناس اللي عم تعطي نظريات وبعض الصحف وبعض الكتاب الاقتصاديين انه فلنتحول كليا الى الطاقة المتجددة، هذا الموضوع صار نظري. نحن بنحكي بمزيج الطاقة الامثل. مزيج الطاقة الامثل انه ايه عندنا نسبة من الطاقة الاحفورية العادية لازم نضلنا نستند عليها، ولكن يجب ان يكون للطاقة المتجددة اثر او نسبة معينة لحتى نكمل هالمزيج الطاقة الموجود. مثلا بلبنان ما في يقول انه انا عندي هلأ طلع استثمارات ضخمة بالنفط وبالغاز وعنا شيء كتير متاح ببحرنا موجود، وقبل ما يستفيد منه العدو الإسرائيلي لازم نحن صرنا جديا نشتغل على هذا الموضوع. ما في يجي يقول نظرية مثل بعض الناس انه شو بدي فيهم لهو النفط وشو بدي فيهم لهو الغاز، خلينا نروح كليا على الطاقة المتجددة. لا، هو بستفيد منهم وبرجع بعمل سياسة واضحة بموضوع الطاقة المتجددة حتى يطلع معي اللي سميته مزيج الطاقة اللي بيشمل كل عناصر الطاقة، تقدر لبي مثل ما قلت الهدف الأساسي ازدياد الطلب على الطاقة والنمو الطلب على الطاقة اللي رح نشوفه بالعشرات السنوات اللي جاية شيء مخيف جدا يجب التوقف عنه. إلى أي حد يجب أن يكون لدى الشعوب وعي كافي من أجل ترشيد موضوع استهلاك الطاقة؟ في أربط شوي هذا السؤال بالسؤال اللي قبله، أنه هذا النمو المتزايد بالطلب على الطاقة والسريع بالطلب على الطاقة يجب أن يقابله. يعني رجعت أنت كأنك ذكرتيني بشغلة ما حكيت فيها، أنا حكيت أنه كيف دخل الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة، كنا عم بحكي عن جانب، ولكن الجانب الثاني هو اللي أشرت إله، كيف كمان بنفس الوقت بدي شجع على تخفيض هذا الطلب. لا يمكن أن يكون هناك تخفيض في الطلب على الطاقة إلا بسياسات واضحة بترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي هذه السياسات قد تدعى الدولة، إنما إن لم يكن هناك وعي تام لدى المواطن ولدى مش بس المواطن لحاله، لدى المواطن والجمعيات والمجتمعات وإلى آخره، إن لم يكن هناك وعي واضح فستكون الدولة في ميل والمواطن في في في, في, جانب, في, آخر. في جانب آخر. لذلك عمليات الوعي مطلوبة، والجزء منه اللي لازم إنه تمارسه وسائل الإعلام، واللي صباح الكوثر ما عم يترك دائما إلا عم بيكون عم يتابع هذا الموضوع. وأنا في أقول إنه هذا الموضوع لم يعد موضوعا ترفيهيا، كان بالسابق انه لما صار من الضروريات لانه صرنا عم نلمس انه في عجز بتلبيه حاجه المواطنين على الكهرباء. فلذلك مطلوب منا جميعا انه نخلق حاله من حالات التماس المباشر مع المواطن، بحاله من حالات التوعيه، وانه ما يعود المواطن يفكر انه الشيء اللي عم يعمله عم بيأثر عليه لأله لوحده، لا، عم بيأثر عليه وعلى المجتمع المحيط وبالتالي على الاقتصاد
ككله على البيئة، وبالتالي بده يرجع يرتد عليه تقنين وبده يرجع يرتد عليه ساعات من زيادة عدم تلبية. ذكرت موضوع وسائل الإعلام، إلى أي حد يعني تجدون أن وسائل الإعلام تلبي موضوع تجديد الطاقة وموضوع الطاقات المتجددة، وهل تجدون أن وسائل الإعلام في تفاعل دائم ومستمر؟ إذا بدي قارن على المرحلة الماضية والمرحلة الجديدة، فعلا في مبادرات يجب أنه نشير لها، ولكن أهم شيء أنه بوسائل الإعلام نحدد شو هي الرسالة الإعلامية اللي بدي وصلها. إذا كانت الرسالة الإعلامية اللي بدي وصلها فارغة المضمون ومجرد حكي إنشائي واستهلاكي، ما ممكن عم وصل نتيجة. دائما عم نلمس من الكوثر وبعض المؤسسات اللي بنحترمها أيضا، انه عملية معايير اختيار الخبراء اللي عم يحكوا بهذا الموضوع. اذا الخبير بده يجي يحكي نظريات وبده يحكي شغلات ما تدخل لقلب المواطن ولا عقل المواطن، وبالتالي تأثر على سلوكه، ما في اسهل انه المواطن يقلب المحطة او يقلب التلفزيون. لا، بدنا نحكي مع المواطن باللغة اللي قادر انه يستوعبها، وبدنا نخلق له شيء ينقذه، وبدنا نخلق له شيء بنفس الوقت يحفزه، يعني نشتغل على الجهتين. على الجهتين مع بعض. فعلا مثل اللي قلتها قبل شوي، انه ما يفكر انه الشيء بيأثر عليه لوحده لما يمارس سلوكيات غير رشيدة. السلوك الرشيد يؤثر عليه وعلى عائلته، فخلينا نقول اذا ما أثر عليه بشيء على القليل بيخفض له فاتورة الكهرباء اللي هي بتلوع. هذا شيء ننطلق منه لنروح على الامور الثانيه. شكرا لك استاذ زياد زين، اهلا وسهلا فيك ونورتنا بصباح الكوثر. طول عمرك خير. مستمرون معكم في تقديم فقرات صباح الكوثر لهذا اليوم، نذهب وإياكم مشاهدين الكرام لنتصفح كتابا جديدا، وكتاب اليوم يحمل العنوان التالي: الطفل بين الوراثة والتربية، ضمن فقرة خير جليس. كتابنا لهذا اليوم هو الطفل بين الوراثة والتربية، وهو من تأليف الخطيب الإيراني المرحوم محمد تقي فلسفي، وترجمه وعلق عليه الأستاذ فاضل الحسيني الميلاني، ويقع في جزئين وفي مجلد واحد وهو الآن بين أيدينا، وهو عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي ألقاها المؤلف.